سهير القيسي، شو تريدين بالضبط؟ تردن تردني عيب. كم حلقة صار البرنامجيك وما خليتي شي ما سويتي؟ الحلقات الجاية ايش راح تسوين؟ اللي يكبر يعقل لو يتخبل. ترقص رقص الذكرى كبكاوليات قبل، يعني انت اختفيتي سنتين من الاضواء تجين قبل شقة وحدة تسوين هاي الهوسة على روحك؟ خريبك لا تتغزلين بالضيف شنك تريدين تقرطين ومحاضن ومدري شنو، والله تفشل سوالفك. من اوسم نجوم العرب تجنن دبكة الف هو اوسمهم فعلا. مش بكم ما شايفين وهذا كله وحاسبه روحك تقدمين برنامج عائلي؟ الغزل واللبس والحكي ممكن تشوفه عوائل محافظة، النوب انتي تستعرضين بروحك بالحلقات، تهزين باشياء ونافخة اشياء ومطلعة اشياء واشياء واشياء. لا خلنا ولا بقى نبخل بعزك عيب. والاقوى جايبة ممثل اجنبي ضيف. صبلي مني دك ما يوري، صبلي مني دك ما يوري، اطرحي قلبي ننسى عين حزب عينش تيسير. وهي بعدها بثالث حلقة مدر الرابعة ولد شنو خلصوا الممثلين والفنانين العراقيين والعراب. اشبينا نقرص البزبيز زين، وينك ضيف يلعب شناو؟ اشبيه سهير لا طلعين من قلبك، ترى الطشة جاي تحك عندك. يلا هي ام بي سي عراق اش طلعت النشيب يحاض، هي تلم بهالنماذج وتشمر علينا. وهاي اخر شي جابت لنا سهير تستعرض مفاتنها اكثر من المحتوى اللي تقدمه. والله يساعدكم شباب عليها وعلى الحلقات الجاية. حرام حرام عليكم، انا بعمل حاجات ما عملتهاش من ايام ما كنت في لعبة دي.